اهلا بحضراتكم من جديد. تابعنا قبل ما نرجع الفاصل او التقرير اللي كان مع كابتن طارق الديرو اللي انا بمسي عليه. الحقيقه كان لازم نعرف اخر تطورات في نادي الشيخ زايد، وان شاء الله زي ما انتم عارفين الاستعدادات بتجري على قدم وساق عشان فرع الرابع الحقيقه التجمع الامور بتسير فيه بشكل جيد، واكيد ان شاء الله هيكون معانا يعني الفتره الجايه اخبار عن فرع التجمع التجمع الخامس للنادي الاهلي، الفرع الرابع للنادي الاهلي. طبعا برحب بضيفتي اللي انضمت لي في الاستوديو الكابتن ياسر بعادل، لعيبه الاسكواش او نجمه الاسكواش اللي انضمت اخيرا للنادي الاهلي واللي لسه راجع من بطوله مكاو في الصين التي اجريت في الصين. اهلا بك ياسر. اهلا وسهلا، منورانا. ياسر انت ليكي قصه طويله كده انا اقعد اقولها، يعني يمكن انت يعني مريتي بظروف صعبه، كان في اصابه، لعبتي بره، هناخد الموضوع واحده واحده. ياسر انت ابتديتي اسكواش فين؟ انا بدايتي كانت في نادي الزهور، ابتديت العب انا كان عندي 6 سنين. بعدين اتنقلت ورحت للنادي الاهلي. وحققت عندك كام سنه ياسر؟ كنت لسه بلعب تحت 11 سنه يعني انا كسبت كنت لسه صغيره جدا. كسبت 3 جمهوريه تحت 11 سنه ما شاء الله مع النادي الاهلي. قعدت تقريبا 5 6 أو 6 سنين تقريبا لحد لما الملاعب للاسف اتهدت. ما كانش عندنا يعني مكان اتمرن فيه وقتها، اتنقلت لنادي هليوبلس. ومن بعديها انا سافرت انجلترا لاني رحت على مدرسه هناك. طب خليني اقول لك الاول، يعني انت في نادي الاهلي لعبت 5 سنين، حصلت على بطولات كتير مع النادي الاهلي، بعد كده رحت نادي هليوبلس طبعا اكيد عشان انت اكيد كنت عضو هناك، فلقيت البديل ايه للنادي الاهلي ونادي هليوبلس. والحقيقه برضو انا عايز اقول للساده المشاهدين حاجه، النادي الاهلي بعد الطفره الانشائيه اللي حصلت دي بدا يستقطب اولاده من جديد. لما قلنا الكلام ده قبل كده وقلنا ان زي ما بيقولوا الدبل ناشوناليتي او يعني الجنسيات يعني المزدوجه اللي هو اهلي وهليوبلس، اهلي وصيد، اهلي واي نادي تاني، بدا من جديد الاعضاء يرجعوا تاني نادي الاهلي. للحقيقه الطفره الانشائيه اللي شاهدها النادي الاهلي ككيان طفره كبيره شجعت كل ابنائه في كل الالعاب ان هم يرجعوا تاني، حتى اللي ما بيلعبش رياضه وليه في الاجتماعات رجع النادي الاهلي. يمكن ياسر اكبر دليل على كده انت رجعت النادي الاهلي تاني بيتك بعد ما رحت هليوبلس، اكيد اخدت بطولات مع هليوبلس. طبعا انا كسبت بريتش اوبن، انا كسبت 5 تايتلز بريتش اوبن، دي يعني بطوله انجلترا المفتوحه دي تعتبر كسبتها وانا كنت في هليوبلس، تعتبر تاني اكبر بطوله بعد بطوله العالم. لا دي اكبر من بطوله العالم. يعني انا الحمد لله ان انا اخدت 5 تايتلز، يعني ده ريكورد بالنسبه لي. كسبت تحت 13 سنه 15 17 19 في بطوله انجلترا. في انجلترا مركز اول. الحمد لله، انجاز كبير جدا. بعدين كمان كنت لعبت بطوله العالم، حققت المركز الثالث، كنا بنلعب في بولندا تحت 19 سنة، كنت لسه عندي وقتها 17 سنة تقريبا. واخدت مركز تاني عالم تحت 19 سنة برضو في قطر. طب قولي لي، يعني تعرضت لإصابة انت في الانكل وعملت عملية صحيح؟ كانت سنة كام دي يا اسف؟ لا هي كانت السنة اللي فاتت. انا يعني اول لما رحت. طب معلش يا اسف قبل ما نتكلم عن الإصابة، قولي لي البطولة دي وذكرياتها معاك ايه؟ البطولة دي من اهم البطولات ليا في الكارير بتاعي، دي كانت اليو اس اوبن. يعني يو اس اوبن من اكبر البطولات على الكالندر عندنا. انا كان البطوله دي رانكينج بتاعي حاجه و90 تقريبا، وكنت اول لعيبه تكون كواليفاير، لسه لازم العب كواليفيكيشنز عشان اتاهل ان انا اخش المين درو. فكنت كسبت رقم 12 على العالم وقتها، بعدين كنت كسبت رقم 6 على العالم، فده كان طبعا انجاز كبير. انجاز كبير بالنسبه لي. كنت جايب حاجه 90 ودخلت المين درو او القرعه الرئيسيه، وبعد كده طلعت سوري الكواليفيكيشن، وبعد كده دخلت على المين درو. على المين درو كسبت ال 12 وكسبت السادس. السادس، واللي انا بلعب معاها هنا كاميل سيرم، دي رقم 3 على العالم، فكان ماتش برضو. ده كان دور كام؟ كان دور الثمانية. دور الثمانية. انا خسرت في دور الثمانية 3-2، بس كان ماتش يعني صعب وقوي. لا انجاز، انت وصلت 8 وانت مصنفه الحاجه و90. فكان دي عملت لك نطه كبيره قوي طبعا، لان انا وقتها وصلت بقى للرانكينج 24 على العالم. بعدين وقتها للاسف انا كنت بلعب بطوله انجلترا تحت 19 سنه، وانا كنت بلعب وقعت على الانكل بتاعي، بس الحمد لله يعني انا قدرت ان انا اكمل البطوله واكسب، بس الاصابه كانت جامده، وقعدت بعديها شويه بحاول اتعالج، بس ما ظبطتش للاسف. حاولنا ناخد اي حل غير العمليه. بس انا عشان انا خلصت المدرسه بتاعتي في انجلترا. لا خلينا المدرسه دي، انا لسه بقى واحده كنت الدكتور بتاعي اوريدي هناك في انجلترا. السنه اللي فاتت قرر ان هو لازم يعني يبقى في تدخل جراحي.
عشان الإصابة كانت بقت للأسف مش بتتحسن خلاص، كان لازم تدخل جراحي. طب خليني أسألك، الإصابة كانت أنت قلتي لي كسر في عظمة في الأنكل صح؟ هو كان حصل مشكلة في العظمة بتاعة الأنكل، كان في حتة اتكسرت منها فكانت ابتدت تسرح بقى في الأنكل يعني ابتدت تقطع للأسف في الأربطة بتاعتي، فكان ما كنتش بقدر ألعب كويس عليها. فالعملية ان هو كان شال حتة من العظمة وعمل ريشيبينج للبون تاني عشان يريحك من الألم ده. بس الحمد لله يعني دلوقتي انا خلاص رجعت في التاني. وتقدري ان شاء الله تقفي على رجلك تاني. طب قوليلي، انت قلتيلي عن الاتحاد في غلطة حصلت ادارية كده، ما بعتش اشتراكك في المنظمة الدولية، احكي لي عن القصة دي. هو احنا عندنا حاجة رول في البروفيشنال سيركت ان لو حد اتصاب اصابة جامدة سيريس انجري تخليه ان هو يقدر يبعد لفتره اكتر من 6 شهور. فعندنا حاجه ان انت تقدر تعمل فريز للرانكينج بتاعك عشان تحفظ الرانكينج بتاعك. فريز يعني تجميد للرانكينج، يعني لو رانكك العاشر تفضل العاشر حتى ومن دون ما تلعب بالظبط، بس عشان عندك اصابه فالناس بتقدر طبعا ان انت عشان توصل الحته دي بيبقى الموضوع رحله طويله. صحيح يعني صحيح. فللاسف حصلت غلطه غير مقصوده طبعا من الاتحاد السابق بتاع السكواش، ان هم لازم كل سنه بيدفعوا لنا تجديد الاشتراك الدولي السنوي، فهم نسوا يبعتوا اسمي في الكشف. فللاسف يعني الرانكينج بتاعي يعني ما قدرتش ان انا اعمل فريز ليه، كان راح عليا، فببتدي من اول وجديد تاني. بس ان شاء الله يعني يمكن بدايه كانت بطوله الصين اللي انت لسه راجعه منها، طمنينا الاخبار ايه؟ بطولة الصين كانت حاجة very special طبعا، لان بقالك فترة ما لعبتيش. انا بقالي 20 شهر ما كنتش بلعب خالص، فكانت دي اول بطولة ليا ان انا ارجع العب، فكنت excited جدا، كنت اتمرنت جامد في البري سيزون عشان اكون جاهزة لها. رحت لعبت الكواليفيكيشنز برضو في الاول، لعبت 2 ماتشز كانوا جامدين الحمد لله كسبتهم. بعدين لعبت مع اول راوند رقم 2 على العالم رنيم الوليلي طبعا، وكان ماتش يعني جامد جدا. بس الحمد لله يعني كسبت في الاخر 3-2. رنيم الوليدي لعبة يعني مصنفة ولعبة قديمة، وكمان نادي وادي دجلة بتلعب في وادي دجلة طبعا. يعني رنيم من اجمد اللاعبين المصريات طبعا، يعني بعد 20 شهر ترجعي، لا ده انجاز كبير جدا. وكابتن ناصر كنت بكلمه في التليفون من يومين، كابتن ناصر زهران مدير فني الاسكواش في الاهلي، كان سعيد جدا بانجازك. الحمد لله يعني هي كان احساسها حلو جدا، خصوصا ان انا لسه راجعه نادي الاهلي. صحيح. واول بطوله ليا في السيزون، واول بطوله بعد العمليه. وصلت للدور الكام؟ بعد كده كسبت رقم 17 على العالم. رنين ترتيبها كام؟ 2. يعني انت كسبت الثاني على العالم، وبعد كده دخلت قابلت 16. رقم 16 على العالم وكسبتها برضو. دي 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 معلش انا اسف بقاطعك، احنا دي 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 انهي مباراه؟ دي هي دي ما كانتش في بطوله ماكاو، بس دي برضو كانت في بطوله في امريكا. في امريكا برضو. كانت دي قبل الاصابه طبعا. دي كانت قبل الاصابه. انا يعني انا ما لعبتش اي حاجه من ساعه تقريبا بعد البطوله دي، لعبت مرتين او حاجه، بعد كده اضطريت للاسف ان انا اوقف لعب. طيب خلينا نكمل. وبعد كده لعبت ال 16، كان رنيم لعبتيها في الدور الكام؟ دور ال 16 ومين درو. طيب وبعد كده كسبتيها طلعت دور الثمانيه؟ لا وصلت دور الثمانيه، لعبت مع لعيبه اسمها جوي شان من هونج كونج، هي رقم 17 على العالم تقريبا، وكسبتها 3-0. فوصلت السيمي فاينل. وصلت السيمي فاينل، لعبت مع لعيبه رقم 1 على نيوزيلندا، بس للاسف يعني ما توفقتش عشان كان بقالي كتير بلعب ماتشز جامده ورا بعض، الجيمز 5 جيمز. صحيح. خليني اقول حاجه برضو ان اعرفها للساده المشاهدين، في الاسكواش لما بيبقى ترتيبك من ال 16 الاوائل بتخش على حاجه اسمها المين درو، او اللي هو القرعه الرئيسيه، وبس القرعه الرئيسيه دي بيبقى فيه لعيبه كتير جدا بتلعب حاجه اسمها كواليفيكيشن جيم او جيمز التاهيليه، بيطلع منها 16 لعيب. فعندنا يثرب لعبه الكواليفيكيشن جيمز تعبت جدا عقبال ما وصلت لدور ال 16 ولعبت، فجت دور ال 16 على طول اصطدمت برنيم الوليلي ومع ذلك فازت، وبعد كده لعبت دور الثمانيه وفازت مع المصنف رقم 16، انا السيمي فاينل اكيد كنت مجهده يعني. لا انجاز كبير، انا سعيد بيه الصراحه يعني بعد عوده 20 شهر من الماتشات. وعلى فكره انت اكيد كان عليكي ضغط عصبي رهيب، لان اللعيب بيبقى خايف. اسمعي مني، انا عارف السكواش تبقى انت 20 شهر ما بتلعبش، تبقى الخوف ده في حد ذاته ممكن يقلل مستواك جامد. هو بالنسبه لي كان
كان في اكسايتمنت اكتر من اي حاجه، لان تغلب على ده، تغلب على احساس الخوف اكيد. بيبقى طبعا في توتر المباراه، يعني توتر الماتش قبل المضرب خلاص بالظبط. بس انا كنت مبسوطه جدا ان انا الحمد لله رجعت العب، كان بقالي كتير مش بلعب، يعني السكواش بالنسبه لي يعني حياتي كلها، فكان اكيد ان انا ارجع العب اكون مبسوطه وبلعب كويس وبكسب مصنفين على البطوله. يعني رنيم كانت رقم واحد على البطوله، جوي كانت رقم اربعه، فكان اكيد احساس رائع يعني. برافو عليك. لا الحقيقه انا بحب دايما الاختبارات الصعبه دي، والحقيقه وعلى فكره دي روح النادي الاهلي. الحمد لله يعني جيت النادي الاهلي بروحه. طب قولي لي، انا عايز اسالك سؤال برضو، انت بعد ما تاهلتي، يعني بعد ما عملتي ماتشات كويسه في انجلترا خاصه في البريتش اوبن، جالك منحه، كلمينا عن ظروفها ودرستي فين واستفدت ايه، يعني كلمينا. انا كنت بلعب البريتش اوبن، وكان كنت بلعب الفاينل ماتش، فبعد ما خلصت الحمد لله كنت كسبت البطوله، فكان المدرب الانجليزي جه يتكلم معايا، قعد يعني يشرح لي الفاسيليتيز الموجوده عندهم، اللي يقدروا يقدموه لي عشان يساعدوني ان انا اقدر اكمل في مشواري يعني لايف سكواش، وان انا افضل رقم واحد، وان طبعا ادرس يعني البريتش سيستم طبعاً قوي جداً. فالحمد لله يعني ان اهلي طبعا رحت هاي سكول، رحت هاي سكول. مدرسه كان اسمها ايه؟ مدرسه اسمها ميلفيلد سكول، هي يعني توب 5 على يونايتد كينجدوم، فكانت اكاديميك كتوب 5 ولا اكاديميك سكواش؟ اكاديميك. هما كان عندهم مدرب جونا بارنتون، يعني يعني ده سكواش ليجند بالنسبه لنا، كسب يعني بطولات العالم وبطولات انجلترا كتير. هو الهيد كوتش بتاع المدرسه، هو كان الهيد كوتش بتاع المدرسه. فكان طبعا فرصه بالنسبه لي ان انا اقدر ان انا اروح. عشت لوحدك؟ عشت لوحدي للاسف، عشت لوحدي شويه. يعني في الاول كان صعب اكيد ان انا اكون بعيد عن اهلي طبعاً. بس هما كانوا بيحاولوا يساعدوني على قد ما اقدر ان انا احس ان انا في بيتي، يعني مش في المدرسه دي، تبقى مدرسه داخليه صح؟ بالظبط، هي كانت يعني مدرسه داخليه، كل حاجه كانت بتكون في نفس المكان، فانا كنت بذاكر وفي نفس الوقت اخلص اروح اتمرن، فيعني كان كانه معسكر صغير. يعني انا كنت واخداه ان هو معسكر صغير، بعمل اهم حاجتين ان انا المفروض اعملها، اقدر ان انا اتعلم كويس وفي نفس الوقت ان انا العب سكواش. خدتي هناك، يعني كنت بتاخدي اجازات كل قد ايه مثلا؟ بتنزلي القاهره كل قد ايه؟ هي البريتش سيستم يعني زي ما الناس عارفه هو يعني طف شويه، المذاكره كانت ما كانش فيها هزار، مفيش رحمه، ما فيش رحمه خالص. انت لعيبه سكواش، بس مذاكره. ف كنت بنزل اجازات اللي هي الاجازات الرسميه، اللي هو اجازه الكريسماس، اللي هو كل 3 شهور بنزل 3 اسابيع اجازه، بعد كده الصيف شهرين مثلا بس، اجازه الايستر، بعد كده الصيف يعني كان شهر، لان احنا كنا بنخلص كان شهرين، شهر ونص، كنا بنخلص اخر شهر جولاي. 7 واخر جولاي، وبنبتدي 1 سبتمبر كنا بنبقى في المدرسه، يعني حوش تعملوا اي حاجه للاسف. بس طيب قولي لي، اكيد استفدتي حاجه من التجربه دي، قعدتي كام سنه الاول في انجلترا؟ انا قعدت الاول سنتين المدرسه، بعد كده رحت 3 سنين الجامعه. جامعه فانا بزنس مانجمنت، كنت في جامعه يونيفرسيتي اوف روهامبتون هي في لندن، فانا قعدت يعني توتال كله 5 سنين. هي اكسبيرينس مختلفه، اكسبيرينس هايله، اتعلمت منها حاجات كتير طبعا، اتعلمت منها ان انت خلاص يعني بتشيل مسؤوليه. صحيح. بعدين كنت بحاول دايما ان انا اقدر اوفق البالانس ما بين ان انا اكون في الجامعه او المدرسه متفوقه، واقدر ان انا اذاكر تمشي في الاثنين، وفي نفس الوقت اكون بلعب البطولات وافضل احافظ على ترتيبي، يعني وان انا افضل اكون جامده في السكواش. اكيد كان في اوقات المذاكره بتيجي على اللعب شويه، بس كان في الاخر يعني كان اللي مصبرني ان كلها كام سنه ونخلص، وباتر اديوكيشن وديجري طبعا قويه جدا، والحمد لله دلوقتي اهو. برافو عليك. طب ياسر قولي لي، انت عندك راعي او سبونسر؟ انا للاسف لا، مش عندي سبونسر. انا بحس ان السكواش من الالعاب المظلومه في الحي يعني في الحته دي بالذات، لان مش بيبقى فيه دعم كافي من الشركات أكيد. بس هي لعبه مكلفه جدا. طب خليني اقول لك انه
يعني انت اكيد ان شاء الله الفتره الجايه هيجي لك سبونسر، يعني انا متفائل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. مش حلو على اي حد. ان شاء الله. متفائل ان شاء الله ان هو يجي لك سبونسر، بس نتائجك اللي هجيب السبونسر. اكيد اكيد. انا دلوقتي الحمد لله يعني اول بطوله زي بطوله ماكاو ان انا عملت فيها نتائج كويسه ان شاء الله، دي اول بطوله في السيزون، لسه عندي كذا. هتشاركي في ايه تاني؟ انا ان شاء الله الشهر الجاي رايحه بطوله في كندا، بعدين في نوفمبر ان شاء الله رايحه بطوله في هونج كونج. انا بقول لك كل البطولات دي اكيد هتخلي السبونسر، حتى مش لازم يكون مصري، ممكن يكون سبونسر عالمي. اكيد. هي الفكره ان احنا بس الاسكواش هي لعبه يعني زي ما حضرتك عارف هي لعبه مكلفه جدا. أكيد. واحنا عشان لعبه فرديه فيعني بابايا هو اللي بيتحمل. صحيح. كل التكاليف. تقريبا بنحتاج نسافر 12 بطوله في السنه. صحيح. يعني مينيمم عشان نفضل محافظين على الترتيب العالمي بتاعنا. يعني انت تذاكر الطيران بقت غاليه جدا، الاكسبنسز نفسها بتاعتنا يعني بقت. بس عايز اقول لك ان يعني شفنا نور الشربيني مثلا بطله العالم برضه حصلت على سبونسر مصري، واكيد في سبونسر عالمي. نتائجك يعني هي محتاجه. بصي هي الفرخه الاول ولا البيضه زي ما بيقولوا؟ احنا خلينا هي اتجاه واحد. صح. هي يعني البيضه الاول وبعد كده يعني الاول نتائج، واكيد هيجي لك سبونسر كويس. صحيح. بس انا شايف ان انت عندك حماس وعندك رغبه ان انت ترجعي لمستواك تاني. طبعا الحمد لله. انا دلوقتي الحمد لله يعني الاصابه بتاعتي خلاص، انا فولي يعني فيت وهيلثي دلوقتي. عملت العمليه هنا؟ لا، عملتها في انجلترا. لان انا زي ما قلت لحضرتك انا كنت في جامعه هناك، فكان الدكتور متابع معايا من الاول وانا هناك. طب خليني اسالك، هم اللي تكفلوا عمليتك ولا انت اللي تكلفتي؟ لا، هو انا اللي تكلفتها اكيد العمليه. لا يعني بس كان انا بس يعني فرصه ان انا اشكر انكل خالد عبد العزيز، لان هو في الوقت ده يعني دعمني طبعا، وزير الشباب والرياضه. ان هو دعمني وقتها ووقف معايا وساعدني وقت الفتره دي، فالحمد لله. على فكره يعني انا برجع واقول ان هو اكيد البني ادم اللي بيبقى ناجح بيفرض على الكل انه يقف جنبه. أكيد. يعني دي بتبقى حاجه كويسه. طب قولي لي، انت قلتي لي عندك 3 بطولات، انت بتخططي ل 12 بطوله خلال سنه بالظبط. عايزه توصلي للتوب اوف رانكينج عشان تقدري بيه يعني تحطي تحطي او انت ده الطبيعي بتاعك، يعني بتهيألي انت توصلي للبطولات دي. طب خليني اسالك سؤال برضه، انت لما كابتن ناصر زهران اتكلم معاكي قال لك انا تعالي ارجعي النادي الاهلي، وافقتي ترجعي تاني ليه؟ انا اتخرجت في شهر 7، رجعت من انجلترا، واول ما رجعت كان كابتن ناصر زهران طبعا مدير فني نادي الاهلي كلمني وقال لي ان انا ارجع نادي الاهلي. وانا بالنسبه لي نادي الاهلي ده بيتي التاني، يعني انا قعدت 6 سنين بعد كده مشيت عشان كان للاسف الملاعب اتهدت. فطبعا اول لما اتكلمنا واتفقنا يعني، بس انا احب اشكره طبعا جدا، واحب اشكر انكل محمود طاهر وانكل كامل زاهر، لان هم طبعا يعني بيدعمونا طول الوقت. وعلى فكره انت قبل ما تيجي معانا كان موجود كريم عبد الجواد الحلقه اللي فاتت معانا، مش عارف شفتيها ولا لا؟ شفتها طبعا. بس هو يعني بيتهيألي وجود لعيب على المستوى ده طبعا اكيد برضه بيشجع غيرك انه يجي. طبعا اكيد. لا يعني هو السيزون ده كان في لعيبه، كذا لعيب جديد جه، طبعا كريم سامي يعني بطل العالم. وانا جيت، فاحنا يعني بقى عندنا تيم دلوقتي جامد ونقدر ننافس، يعني ان احنا نكسب الدوري، ان احنا نعمل نتائج كويسه، بطولات الجمهوريه. خليني اقول لك برضه ياسرب ان النادي الاهلي مش هتاخر عليك، يعني النادي الاهلي لما بيلاقي حد بيبذل مجهود وبطل طبعًا زيك الحقيقه طبعًا ما بيتاخرش عليه، وانت هتشوفي ده بنفسك. بس ده محتاج منك مجهود اكتر ومسؤوليه، يعني دي طبعًا مسؤوليه ان انت تقدري تحطي نفسك على الطريق الصح. اكيد. انا بالنسبه لي دلوقتي ان انا خلاص انا الحمد لله رجعت العب، ويعني ان شاء الله ستيب باي ستيب كده ابتدي ارجع الرانكينج، مش الرانكينج القديم بقى، نقول الرانكينج الاحسن، ان انا اخش طريقك وقفتي بالظبط، ان انا اخش ان شاء الله التوب 10 بعد كده ان شاء الله، يعني عينين دايما على رقم 1 يعني ان شاء الله. خليني اقول لك احنا كملوك الصلاه، اكيد هنقف جنبك وهنتابعك وهنحط يعني السبوت عليكي في كل بطوله، يعني هننتظر بطولتك اللي جايه. انت قلت لي البطوله اللي جايه في كندا ان شاء الله. اكيد ان شاء الله لما ترجعي بالسلامه يا رب تبقي فايزه بيها، تكوني ان شاء الله ضيفتنا هنا. اذا محتاج تدريب تتمرني فين؟ انا بتمرن في النادي الاهلي. انا بتمرن. مين مدرب السكواش والفتنس بتوعك؟ مدرب السكواش بتاعي انا لازم اوجه له يعني سبيشال ثانكس ليه، يعني هو لان هو اصلا اخويا كابتن اسلام عادل، وهو اخوك اللي بيمرنك. اخويا هو اللي بيمرن. بس اثبت هنا بقى كده، نقف شويه نتكلم ازاي اخوك بيمرنك وازاي ده موضوع كده بقى لازم. ازاي قولي لي؟ اخويا كان لعيب طبعا سكواش جامد جدا، كان دايما رقم 1 و2 على مستوى الجمهوريه.
بعدين هو اخذ الكارير بتاع التمرين، وانا طول من اول ما ابتديت لعب، انا ابتديت لعب بسببه يعني. هو كان بيلعب سكواش وانا كنت عايزه العب سكواش بسببه. بعدين كان دايما واحنا الاثنين لسه لعيبه، هو اللي بيلعب معايا، هو اللي بيقولي المفروض اعمل ايه، المفروض ما اعملش ايه، ايه اللي صح وايه الغلط. فلما كبرنا وهو بقى الكوتش بتاعي، يعني انا بالنسبه لي ببقى 100% مستريحه يعني. وعمر اخوكي بالظبط، اخويا يا جماعه الكوتش بتاعي، يعني بوري له ايام صعبه شويه بس الحمد لله بيستحملني. لا بس طبعا اخوك. طيب ومين مدرب الفتنس بتاعك؟ بتمرن فتنس مع هما جروب اسمهم هيت ايجيبت. هما تمرين كم ساعه في اليوم؟ تمريني بيكون من 4 لـ5 ساعات في اليوم يعني. المفروض مش بكمل 5 بس كتير قوي، 4 ساعات يعني، لان انا دلوقتي خلاص متفرغه للسكواش، بتمرن ساعتين الصبح وساعتين ساعتين بالليل يعني انكلودنج الفتنس. صحيح. طب ياسر ايه يعني، مش عايز اقول لك انا مستمتع جدا بلقائك بس هو الوقت بيمر سريعا، يعني ايه طموحاتك؟ بس الاول دي صور ليكي بيعرضوها معانا، دي كانت فين دي ياسر؟ انا كنت هنا بلعب اكسبيشن ماتش في انجلترا. كان في بطوله رجال بتتلعب، وكانوا بيحاولوا ان هم يعملوا بروموشن عشان السنه الجايه كان يبقى في بطوله رجال وبطوله سيدات. فانت رحت شاركتي؟ فانا رحت، كنت بلعب ماتش استعراضي مع رقم 3 على العالم، وبس كنا بنوري الجيمز بتاعت السيدات جامده جدا زي الرجال. طب ودي الصوره دي؟ الصوره دي كانت في اس اوبن لما كسبت رقم 6 على العالم. كان بعد ما خلصت كان بيعملوا معايا انترفيو جوه الملعب. جوه الملعب اول ما خلصت على طول. دي كانت في بطوله ماكاو لسه يعني من كام يوم، من 5 أيام تقريبا. ده كان الماتش مع البنت من نيوزيلند. طب والصورة الأخيرة دي؟ البطولة دي كانت بطولة ويمبلدون. ودي كانت في انجلترا طبعا، وأنا كنت كسبت أخذت المركز الأول. ده كان حفل الختام. حاجة بتبقى مشرفة الحقيقة. طيب قولي لي بقى يعني الفترة الجاية طموحاتك شكلها إيه؟ الفترة الجاية إن شاء الله أفضل يعني أحاول أحسن نفسي على قد ما أقدر، أشتغل على الحاجات اللي أنا نقاط الضعف بتاعتي. البطولات إحنا لسه في بداية السيزن، فإن شاء الله يعني كل بطولة أعمل فيها أحسن من الأول وأقدر أبريك أنتو التوب 10 إن شاء الله. صحيح. ياسرب نورتيني وشرفتيني. ميرسي يعني، شرفتيني أكون مع حضرتك النهاردة. لا طبعا ده أنت نورتيني، وده على فكرة بيتك ومكانك النادي الأهلي. أكيد ميرسي. طبعا بشكر بالنيابه عن حضراتكم ياسر عادل، يعني لاعبه الفريق ونجمه الفريق الاول طبعا للسكواش بنادي الاهلي، واللي انضمت حديثا زي ما احنا شفنا مع حضراتكم الطيور المهاجره بتبتدي ترجع واحده واحده النادي الاهلي تاني عشان تحط النادي الاهلي تاني على التراك الصحيح. طبعا بشكر ضيوفي اللي شرفوني النهارده، وبشكركم على حسن المتابعه، وانتظرونا يوم الجمعه القادم باذن الله في حلقه جديده من ملوك الصلاه عشان نجيب لكم كل ما هو جديد في الالعاب الاخرى، ونكون ان شاء الله دائما ابدا لحسن ظنكم. شكرا جزيلا على المتابعه، ميعادنا الجمعه القادمه باذن الله.